لو حاسس انك محبط ومحتاج شوية امل في حياتك، تعال احكي لك على واحد ما شافش ابوه طول طفولته، وامه هربت وسابته هو واخواته في الشارع وبقى مشرد، لحد ما في دار ايتام جت وخدته، وكانت كل عيلة تيجي تتبناه شوية وترجعه تاني، لانه كان فاشل في المدرسة وكان عقله على قده شوية، لحد ما دار الرعاية نفسها رمته في الشارع، وفي يوم وهو عنده 15 سنة، والشوارع غرقانة مطر، وهو بيموت من البرد، كان في عيلة معدية بعربيتها، فالاب وهو سايق لمح كده فصعب عليه وما قدرش يروح من غيره، خده وعيشه معاه، ولانه بالنسبه لسنه كان حجمه ضخم جدا ففي 11 مدرسه رفضته، وبعد كذا محاوله في مدرسه هتقبله، ويعدي الوقت وهو في ثانوي يلعب كره قدم امريكيه، ما يعديش كتير عشان يبقى نجم الفريق وصيته يسمع في المدارس كلها، ويعدي الوقت ويدخل كليه الحقوق برضه يبقى نجم فريق الجامعه وصيته يسمع اكتر واكتر واكتر. في 2009 يمضي اول عقد احترافي ليه، ومن ساعه ما بدأ لحد النهاردة وهو من أحسن لعيبة التاريخ ومن أساطيرها. في نفس السنة ينزل فيلم يحكي قصة مايكل أور، دي كانت حكايته، والأهم حكايتك أنت.